هاي الأيام الموبايلات كلها بيها عدسات تقدر من خلالها تكبر الأشياء، كذلك الكاميرات الاحترافية بيها عدسات كبيرة تأخذ صور جدا دقيقة، ولكن كل هذا ما يساوي أي شيء أمام أكبر عدسة ضوئية صنعوها البشر، واللي هي جزء من تلسكوب موجود في تشيلي اسمه لارج سينابتيك سيرفي تلسكوب. قطر هاي العدسة أكثر من متر ونص، تقدر تشوف بيها كرة جولف على القمر. هاي العدسة قد ما تكبر كلش هواي، إذا وجهناها عليك احتمال تكبرك بالعمر. بس افضل العدسات الضوئيه المكبره راح تلقوها بالكون اللي عايشين بيه، فاكو طريقه رهيبه ومميزه لرؤيه الاجسام بشكل مكبر بمقدار مليارات المرات. هاي العدسات ما مصنوعه من الزجاج، انما مصنوعه من المجرات، والرائع بالموضوع انها مجانيه ونقدر نستخدمها، وحتى تلسكوب جيمس ويب استخدمها باول الصور اللي التقطها، ولكن اكتشافها ما كان سهل. وياكم على السالمي، وهذه حلقة جديدة من النيرد العربي. أريدكم تركزون وياي، تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى نسولف عن عدسات الجاذبية. هذه العدسات اللي يسموها عدسات الجاذبية هي فكرة مجنونة من أفكار الشهير ألبرت أينشتاين. فبعد ما نشر نظرية النسبية العامة حول الضوء والجاذبية، بدأوا العلماء يحاولون يختبرون التنبؤات اللي تنتج من عدها، وعدسات الجاذبية كانت واحدة من هاي التنبؤات. أينشتاين يقول بما أن الكون مصنوع من نسيج رباعي الأبعاد متكون من الزمان والمكان أو الزمكان، هذا النسيج مرن وتنحني خطوطه بسبب كتلة الأجسام اللي عليه، فإذا حزمة من الضوء مشت على خطوطه راح يتغير مسارها، وإذا رصدنا هذا الضوء راح يبين أنه جاي من مكان غير مكان الأصلي، فلو كان جاي من نجم معين فراح يبين النجم بمكان غير مكان الحقيقي. ولكن شلون نعرف أنه هذا الكلام صحيح؟ بالعام 1919 صار أكثر كسوف شمسي مميز ربما بتاريخ البشر. علماء بريطانيين اثنين هم فرانك دايسون وآرثر أدينغتون طلعوا في رحلة إلى أفريقيا والبرازيل في سبيل التقاط صورة لهذا الكسوف، لأن هو هذا الكسوف اللي راح يثبت وجود عدسات الجاذبية. بس شلون؟ احنا دائما نطلع للنجوم بالليل، ولكن لو قدرنا نشوف النجوم بالنهار راح نكتشف انه بعض هذه النجوم تكون في غير اماكنها الاصلية اللي بالليل، وذلك لان الشمس اللي تحني نسيج الزمكان راح تحني ضوء هاي النجوم اللي تكون خلفها، وبالتالي تظهر وكأن اماكن هاي النجوم تغيرت. الفكرة هو انه احنا ما نقدر نشوف النجوم نهارا بسبب ضوء الشمس، ولكن لو احتجبت الشمس بسبب الكسوف ساعتها قد يظهر ضوء النجوم في عز الظهر. وفعلا هذول العلماء الاثنين التقطوا صور لهذا الكسوف وحددوا مجموعة من النجوم الساطعة، وشافوا ان مكانها فعلا يختلف بالنهار وبالمقدار الدقيق اللي تتنبأ به معادلات النسبية العامة، وهذا كان أشهر إثبات لصحتها واللي خلى أينشتاين يطش. والأهم هو أنه فعلا أثبتنا أنه الشمس تشتغل مثل العدسة وتحني مسار الضوء. ومن بعد هذا الاكتشاف بدأ البحث عن عدسات كونية أكبر ممكن تساعدنا أن نشوف المجرات البعيدة بشكل واضح وأحسن من أي تلسكوب صنعناه. وأفضل هاي العدسات هي اللي تصنعها المجرات والتجمعات المجرية اللي تسبب انحناء كبير جدا بنسيج الزمكان، وتشوه الضوء اللي يصدر من المجرات اللي خلفها وتكبر صورها بمقدار مليارات المرات. استخدمنا هاي العدسات الكونية مرات عديدة، آخرها كان تلسكوب جيمس ويب اللي صور إنه مجرات كلش بعيدة وصغيرة، ولكن تبين شكلها مفلطح ومقوس لأن ضوءها يأتي من خلف تجمع مجري اسمه S-MAX 0723، وهذه المجرات تبين بشكل واضح وكبير بسبب عدسة الجاذبية اللي مسويها هذا التجمع المجري. فحتى تلسكوب جيمس ويب واللي هو أكبر تلسكوب فضائي يحتاج هاي العدسات الكونية حتى يشوف المجرات البعيدة. بس خلي أكون صريح وياك، استخدام كلمة عدسة مو كلش صحيح، فعدسات الجاذبية تزيد من انحناء الضوء كلما اقتربنا من مركزها، ويقل كلما اقتربنا من الحافة، ولكن العدسات العادية تسوي هذا الشيء ولكن بالعكس. كذلك عدسات الجاذبية ما لها بؤرة أو نقطة تتركز بها الصورة، إنما تظهر الصور على شكل حلقة حول الجسم الضخم اللي يحني الزمكان مثل ما شفنا بصور تلسكوب جيمس ويب. بس كلمة عدسة ظلت لا تصير بيها. أنا كلش أحب عدسات الجاذبية وأسولف عليها، لأن أشوفها وسيلة كلش حلوة بالكون تساعدنا باكتشاف أسراره وحتى نتعلم عنه أكثر.